فيتكلموا عن اول حاجه يتكلموا عن التحرش، هذا موضوع انا كان دار اجيبه لك اخر شيء، لكن يتكلموا عن التحرش يعني اولاد يشاغلوا البنات وكده. وقالوا السبب الاساسي انه، او قالوا ما من حق الراجل يتحرش بالمراه، لكن المراه تلبس اي لبس دايره. انا بتكلم معاهم بنفس كلامهم اللي قالوا من حق الراجل، ما من حق الراجل يتحرش بالمراه، لكن المراه تلبس اي لبس دايره وهي حره تلبس اي حاجه. طيب نحن عندنا في القران الكريم ونحن كمسلمين انه المراه الله ادى لبس معين قال لا تلبسه، انت ربنا قال ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه، انت ربنا عز وجل بيتكلم عن نساء النبي عليه الصلاه والسلام، يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. ده قران الله قال للنسوان ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. اما ديل الصعاليك جايبين لهم بنات، واحده فاكه شعرها وواحده ان شفتها في النوم تفتح فيها بلاغ في النوم، انت والله جد واحده وشها زي حوش الروضه مشخبط جد روج جوا ما عارف ليك كريمات، ده غير البونش والبودره والبوماستيك، انت يقول لك ميك اب ميك اب بتاع شنو؟ ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى. ودي حاجات منتشره نحن شايفينها، عارفين ان البنات ماشيات غلط في الغالب الا من رحم الله تبارك وتعالى، عرفتها؟ الله قال ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. الكلام ده في البدايه الله قال يا نساء النبي، الكلام ده لنسوان الرسول، انتوا البنات الحسه قعدات ديل افضل من نسوان النبي عليه الصلاه والسلام؟ اكيد ما افضل. واحده قالت ان احنا ما قليل ادب، صح والله ما قليل ادب، انت ما عندك ادب، ادب شنو؟ انت قليل ادب، ده ذول عنده ادب لكن شنو؟ حبه شويه، انت ما عندك ادب مره واحده ابدا. جايه في التلفزيون يشاهد الاف ملايين البشر مطلعه شعرها شد برا وكرعينها برا، واحده لابسه هنا اوبجكتيف كذا اصبر لي شويه انت. فربنا تبارك وتعالى امر النساء ان لا يتبرجن تبرج الجاهليه الاولى، وربنا تبارك وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. انت ربنا عز وجل أمر الراجل أنه يغض بصره، وأمر كذلك المرأة أن تغض بصرها. ربنا تبارك وتعالى علم نساء المؤمنين كيف يلبسوا الحجاب، وأمر وأوجب على المرأة تغطية وجهها. الناس الليلة اللي بيتكلموا عن التبرج او اللي بيتكلموا عن التحرش، انا اسالك سؤال، لقيتك مرة منقبة وشها مغطى دي اللي بتخلع حميدة ده انت؟ اصبر انت جايينك. لقيت مرة منقبة لابسة نقاب منسترة في زول شاغلة في قول شاغلة يقول لها شنو؟ اسود جميل مثلا، ها؟ هو عارفة ماشية كده ولا كده عشان شاغلة ذاته؟ نحن عندنا نسوان الحمد لله، انت هي ماشية عريانة في الشارع، البيت كرعينا برا يا كافي البلا، يدينا برا، شعرها برا، أي حاجة تانية عجبتك برا، ما عجبتك برا، يشغلوها لا، أنتوا قالين أدب، عليك الله، دار يقول لها شنو دي؟ قال لها ذلك قالت لها زول شماسي، شماسي يقول لها شنو مثلا؟ انت عشان كده الإسلام جاء بما يصون المرأة وبما يحفظ للمرأة حقها ويحفظ لها كرامتها، عرفتها؟ عشان كده ربنا تبارك وتعالى قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الله قال يضربن بخمرهن على جيوبهن. السيدة عائشة قالت لما نزلت آية الحجاب، لما ربنا عز وجل
أوجب الحجاب على نساء المؤمنين قال رحم الله نساء النساء المهاجرات الأول، أو كما قالت رضي الله عنها لما نزلت آية الحجاب قال شققنا مروطهن، المروط القماشات الثقيلة، قال شققنا مروطهن فاختمرن بها فخرجن كأنهن الغربان. ما بتعرفهم ذات ديل نسوان زمان. هسي نجيك مرة واحدة تقول لك أنا لابسة توب، التوب السوداني لا يمثل زي شرعي أبدا، العبايات الضيقة لا تمثل زي شرعي أبدا، اسكيرتو بلوزة كارينا سجمرمات كل ما يمثل لبس شرعي. عندك أختك بنتك بتخالتك حبوبتك لابسة لبس من اللبس ده مشان صاحب، قول لها البس لك لبس بوديك الجنة، ده ما لبس نساء أهل الجنة، أنت ما لبس نساء المؤمنين أبدا. لأن ربنا عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الدنود من فوق لتحت تغطي، من فوق لتحت تغطي جسمها. ها قال يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. عرفت ده الإسلام، جاب الحجاب وجاء بتغطية الوجه وأوجب تغطية الوجه على المرأة، واجب على المرأة تغطي وجهها. يا أخي نحن بنحنس في الناس يا بيت عليك الله البسي زي الناس يا بيت خاف يا الله، تجيك واحدة ناطة تقول لك لا أنا من حريتي، بالله من حريتك هاي. أنا أقول لك حاجة، ها هسي الواحدة فيهم بتمشي الدكتور إذا حملت ما دير الوحدات الثانية بتمشي الدكتور، الدكتور بيقول لها يا بنت الناس ما تاكلي كده، ما ترفعي تقيل، ما تشتغلي شغل كتير. بتقول لها حاضر، انا بتقول حاضر. طيب ربنا قد يقول يا نساء النبي، وقد ربنا عز وجل يقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ليه ما بتقول حاضر؟ اما هوى وهوس ولعب بالدين، ولعب بالدين فقط ما في غيره. انت وديل اغلبهم بنات ما عندهم موضوع، اغلبهم بنات ما عندهم موضوع، لكن الاعلام بتاعنا اعلام فاشل واعلام ضد الاسلام. الاعلام بتاعنا ده جد جوا وبره كله في قناة الجزيرة ديك التافين السفلة المنحطين الجزيرة وبيديل وغيره كله اعلام فاشل. اما كده دار يرفع ديل يتكلموا عن الاسلام ويتكلموا عن حق المرأة، العلماني ما تتكلم عن حق المرأة نهائي أبدا، لأنه بيقول لك مساواة المرأة أو مساواة الرجل بالمرأة. والله نحن عندنا الرجال قوامون على النساء، أنت الرجال قوامون على النساء. الآية دي جوا نخرتك يا الولد اللي ما شد حيلك جعفر مين سجم رمات، ولد زي البيت الله لا جاب باقيك سجمان رمضان. تسمع اي حاجة هنا، دي قناة اسمها دي دبليو العربية، دي هنا دبليو دبليو هي السلفية، الردم رجيم تقيل بإذن الله عز وجل. تأخذ حقك بما فيه الكفاية واحتمال تأخذ زيادة ذاته، تلعب بالدين وإحنا قاعدين هنا الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. اتكلموا عن حاجة اسمها أيوة، قالوا دعوة للمساواة، مساواة الرجل بالمرأة في الأجور وفي العصمة، إنه المرأة تساوى مع الراجل في الأجر وتساوى مع الراجل في العصمة، يعني تطلقها وتطلقك. والله جد مرتك ذاته، وده الأغلبية مبايرات. البورة ما بتعمل أكتر من كده، البورة ما حارة جدا والله. البورة دي ممكن المرأة تخش تبقى مشركة صر بايرة بسبب البورة تبقى مشركة. انت ما سمعت يا بشيرو إن شاء الله راجل مرأة كنت قال لك دي مالها بايرة بايركس انت، فالبورة بتعمل اكتر من كده. انا ما بعذرهم بايرات انت، والله اعلم بعدت القلا واحد عريس الله اعلم الا يكون سكران او مسطول او ما شابه ذلك. قال مساواة الرجل بالمرأة، انه الراجل يطلق المرأة والمرأة تطلق الراجل والمرأة تجي تتقدم للراجل. انت اسمك منو؟ والله انا نزار. طبعا انا اطلبك ابوك يا حاج، انا ولدك ده داير اهو بسنة الله ورسوله داير كم والله كده. قال العصمة تكون عند المرأة، يا راجل
جيب معاك كيلو موز تجيبه ولا اطلقك؟ لا انا بجيبه خلاص. يا ناس كلام ده في التلفزيون بيحصل، في الافلام الهنديه ما بتلقاه. طيب داري نعمله لين هنا؟ في واحده علقت قالت انا ما ممكن اجي راجع الساعه 3 بالليل او الساعه 2 بالليل يلقاني بتاع الشرطه يقول لي انت جايه متاخره مالك انت بنت مطلوقه. فعلا لو لقاك بتاع الشرطه وقال لك انت مطلوقه جزاك الله خير يا بتاع الشرطه. والله جد وانا ذاتي بتكيف منهم، ناس الشرطه اللي بيلاقوا البنات بالليل ديل ان شاء الله يدقوك يكسروا راسك. مرقى الساعه 3 بالليل مالك عندك ظرف؟ هاي عندها ظرف دي برا لكن ما دي. طيب قال الـ 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 الاسلام او الناس ما مفروض يتدخلوا في الشؤون الخاصه بتاعه البنات في اللبس وكده. لا لا، الاسلام ربنا عز وجل خلقك وربنا عز وجل يأمرك وينهاك تبارك وتعالى. والله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن العبادة أن تطيع الله تبارك وتعالى فيما أمر، وتطيع النبي عليه الصلاة والسلام، وتعبد الله عز وجل على الكتاب والسنة. بعدين الولد السوري ما شاتي حيله ده قال له مش عمل استقراء أو بيجيب له بنات بسارين. ها رأيك شنو عليك الله في الحجاب؟ انت رايك شنو في التحرش؟ والله انا طبعا قبل كده ماشي في الشارع ولقاني واحد قال لي انت وما انت. وبعدين الديل الواحده عندك ان شفتها؟ والله الله اعلم تشاغله، الله اعلم. الله لو بقيت شماسي مره واحده ديل ما في واحد بيشاغلي. قال لا مبدا، قال الاستغراء مشي بعمل استغراء بين النسوان. انت لو تاكل النسوان شنو انت اول حاجه؟ كذول سوري او كذول فلسطيني او عجابك بلدنا شنو اول حاجه؟ كذا ده نمره واحد. مالك مالنا يا ذول انت؟ قال خلينا من العلمانيين. انت دا عجابك بلدنا دي شنو؟ قاطع لي نص من حشر نص البنات. انت ما راجل هسا انا اقعد لي بجاي 30 مره وبجاي 40 مره أدري أقول لك شنو مثلا يعني؟ هايدي وشو يا ولد هنا ده شغلنا جخم تف نظيف، لم نعرف شو لا شاو لا شيو. تعالنا هنا في الحجوز في سوق ستة نوريك ما بتعرفه ذاته. أنت كرجل علماني كرجل ملحد كرجل تحارب الإسلام وتحارب الدين وتحارب العفاف والعفة ودائر تضيع بنات المسلمين ونساء المؤمنين، ما بتقدر بإذن الله تبارك وتعالى.